وروى مسلم والترمذي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول النووي في شرح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد، إلا الأفراد. صحيح، يعني مر بنا ظروف فيها شدة على بعض بلاد المسلمين وحروب وقتل بالجملة، هذه فتنة وهرج وقتل. تجد كثير من الناس من المسلمين انشغل بهذه الفتنة، يتابعها ليلا ونهارا على سائر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وشغل بها فكره وانشغل بها عن عبادة ربه. من من الناس حتى من طلاب العلم يقول: رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فأنصرف إلى قراءة القرآن، أشغل نفسي بدل قراءة الصحف التي ينفق عليها كثير من الناس وقت طويل أقرأ القرآن بدلها، وبدلا من أن أستمع إلى آلة فيها الأخبار سواء كانت مسموعة أو مرئية أصلي بقدر الوقت الذي يستمع فيه الناس ويرون. ما ينصرف إلى هذه الأعمال إلا رجل موفق. العبادة في الهرج كهجرة إلي فلا يتفرغ لها إلا الأفراد. من من الناس يوم انشغل الناس بالأسهم في الأيام الماضية طلوعا ونزولا انشغلوا بها شغلا مذهلا، من من الناس من انصرف إلى عبادة ربه في هذا الظرف الذي انشغلوا فيه. في إكمال المعلم للقاضي عياض قوله: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي في احتدام الفتنة واختلاط أمر الناس، فيحمل أنه في آخر الزمان الذي أنذر به في الحديث بقوله: ويكثر الهرج، ويحتمل أنه عموم في كل وقت وفضل الانعزال حينئذ لعبادة الله عز وجل. أما كونه مخصوص في آخر الزمان فالحديث لا يدل عليه، لأن هذا التفضيل مربوط بوجود السبب الذي هو الهرج، القتل، الفتنة. فكلما وجد الوصف الذي علق به هذا الفضل يوجد الفضل، فكل ما وجدت فتنة ينصرف الإنسان إلى عبادة ربه. هذا إذا كان لا يستطيع أن يكون مؤثر في هذه الفتنة في إزالتها في تخفيفها، وإلا لو كان له أثر في إزالتها أو تخفيفها كانت أفضل من العبادة الخاصة، لأن المقرر عند أهل العلم أن العبادات المتعدية أفضل من اللازمة. ويقول القرطبي في المفهم قوله: العبادة في الهرج كهجرة إلي، قد تقدم أن الهرج الاختلاط والارتباك ويراد بها الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم في بعض، فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل على الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يناسبه من حيث إن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه، يعني على وقت النبي عليه الصلاة والسلام إذا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فر بدينه من قومه وعشيرته الذين يحاولون أن يصدوه عن دينه ويصرفوه عنه، من حيث إن المهاجر يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا المنقطع للعبادة قد فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. لا شك أن المخرج من هذه الفتن إنما هو بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بعبادة الله جل وعلا على نور من الله لا على جهل وابتداع. لأن بعض الناس يسمع بالعبادة وفضل العبادة ويضرب في كل باب منها بنصيب، ثم بعد ذلك يكون عمله هباء لأنه يعبد الله على غير ما أراده الله جل وعلا،
ومن غير اتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند مزاد الزمان. يقول رحمه الله: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان، إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن. إسناده حسن ومصداق له في مسلم، فافهمه فهم بياني. إن العبادة وقت هرج هجرة، حقا إلي وذاك ذو برهاني.